أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال جلسة النظام النقدي والمالي الدولي وأفاق الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع البريكس أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتزايد يوما بعد يوم. الحقيقة إنه العالم كله دلوقتي بيعاني من نقص الغذاء أو غلو الأسعار أو التضخم نتيجة لعوامل كتيرة جدا، سواء حروب أو صراعات جيوسياسية أو صراعات حتى داخلية بين الدول وبعضها. ولا أنت إيه رأيك يا مايكل؟ صحيح، يمكن موجود برضو الأمن واستقرار المنطقة بالنسبة فيما يخص مصر، طبعا منطقة الحرب في السودان، وطبعا المشاكل الموجودة في البحر الأحمر، وطبعا الحرب الروسية الأوكرانية. في بعض الأمور العالم كله بيعتبر في مركب واحدة، يعني فكرة الغلاء موجود في كل بلاد العالم، بس الفكرة إن يكون في سلع حتى لو بتبقى غالية شوية ولكن متوفرة في بعض البلدان اللي بتعاني. كمان انضمام مصر للبريكس يا مونيكا، يعني الخطوات الجاية إن شاء الله يكون لها مردود برضو اقتصادي كويس جدا على مصر. شايفة ده إزاي؟ أكيد إن شاء الله. يعني أتمنى إني خليني أقول لك رأيي دلوقتي بعد ما ناخد مداخلة دكتور رشاد عبدو الخبير الاقتصادي. يا دكتور صباح الخير. أهلا صباح الخير. اهلا بحضرتك. كنا لسه بنتكلم عن تجمع اجتماع البريكس وبنتكلم عن اهم التحديات العالميه اللي بتواجه العالم كله على الناحيه الاقتصاديه او في الناحيه الاقتصاديه بالذات. عايزين من وجهه نظر حضرتك اهم التحديات اللي بتواجه الاقتصاد العالمي وازاي ده بيأثر في اقتصادنا هنا في مصر. انه ما فيش وفاق اقتصادي عالمي، لان في صراعات اقتصاديه عالميه، ان في عقوبات بتفرض على بعض الدول والدول بتعمل عقوبات مضاده، وده عامل ركك العالم كله، خاصة إذا عرفنا إن الدول اللي بتعمل عليها العقوبات دي تمتلك الكثير. يعني الغرب عامل عقوبات كبيرة جدا على الروس، لو الروس دول بيتحكموا في الغاز في العالم كله، وبالتالي ده ما رفعش أسعار الطاقة، رفع أسعار الطاقة، ولما يزيد أسعار الطاقة ترتفع أسعار الغذاء، يعني بيحدث تضخم، يعني ارتفاع أسعار في العالم كله، يعني التكاليف بتزيد. يعني عشان الدول تتقي ده شفنا أمريكا رفعت الفائدة أكتر من 9 مرات خلال سنتين، وبالتالي دي وبدع الدول النامية. لما بترفع سعر الفائدة بترفع سعر الفائدة المدينة والدينة، لما بتسلتك ولما بتحط عندها فلوس، وبالتالي احنا بقى دول يا فقيرة يا غلابة، لما بنيجي نقترض بنقترض بالتكلفة العالية، وبالتالي بيبقى في مشكلة كبيرة جدا في إمكانية السداد والمعاناة بالنسبة للدول النامية. فده كله عامل خلل اقتصادي بلا جدال. والعكس موجود، الغرب نفس الشيء ابتدى يبقى عنده مجموعة أزمات بيرحلها عليا، وبالتالي ما بيديش المنح اللي كان بيديها للدول النامية ما بقتش موجودة. حتى لما فكر حضرتك وعملنا قمة المناخ وكان متفقين في جليسكو السنة اللي قبل اللي فاتت هيدوا 100 مليار دولار للدول اللي ما تسببتش في الخرز البيئي، واللي كان عندها بحيرات اتلغت، واللي بقى عندها خلل بيئي، مكان المطر بتنزل عندها ما بتنزلش، كل الكلام ده اللي حدث ايه؟ لاحظوا الكلام ده كله، انا كان عندي دعم بديل اوكرانيا، انا مش هديك انت، ليه؟ لان عايز اكسر روسيا، وبالتالي اوقع النظام الروسي ووقع بوتين في الانتخابات اللي جايه. ففي خلل بيئي طبعا. طب الكلام ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها صراع جيوسياسي، يعني مواقع كده فيها خلل. طب ده يعمل ايه؟ الناس تعمل حاجه اسمها الملاذات الامنه. ايه الملاذات الامنه دي؟ اروح استثمر فلوسي في الذهب، فالذهب يطلع جدا، وبالتالي دي مشكله، طبعا مشكله، وبيطلع معاه في الدول الناميه زي حالتنا تلاقي سعر الدولار راح طالع، وبالتالي بيبقى ده في معاناه كبيره للشعوب واحنا منها، لان التاجر الجشع مش هيدفع الفرق ده من جيبه، لا هيحمل كل الفروق دي، بيقول لك انا البنك ما ادانيش دولارات جبت من السوق السوداء، وانا مش هخسر، تحمل يا مواطن فرق التكاليف. وبالتالي شفنا كلنا على مواقع التواصل ناس بتضج وبتعاني بما فيهم الناس المستريحه، فما بالك بالناس الغير مستريحه؟ ده كله سبب عدم امان للناس ديت وسبب معاناه كبيره للناس في الدول العالميه. صباح الخير يا دكتور. اهلا اهلا، صباح الفل، نورنا يا فندم، ربنا يخليك. بنتكلم عن التحديات اللي بتواجه العالم كله من ضمنهم طبعا مصر. خليني اسال حضرتك يا دكتور عن اول اجتماع للبريكس بعد انضمام مصر للبريكس. هل الاجتماع ده هيكون فيه مختلف؟ هل الاجتماع ده هيكون فيه بعض الامور الاقتصاديه اللي ممكن فيها اصلاحات او فيه امور تخص مصر؟ يربي، يعني شوف انت النهارده بقيت في تكتل كبير، فانت لازم التكتل الكبير ده تقدر تسد فيه.
صحيح. فالتكتل ده بيعمل مرحلتين، مرحلة أولى هيتبادل السلع بينه وبين بعضه بالعملات الوطنية، المرحلة الثانية هيبقى في عملة لهذا التجمر هي عملة البريكس. فالنهاردة أنت عشان تتبادل مع الناس الآخرين دي طبعا دي ميزة بالنسبة لنا كبيرة، لأن احنا شايفين الدولار عامل علينا ضغوط كبيرة، فميزة انك تتعامل بعملتك الوطنية. بس هو السؤال لما انا باخد النهاردة تعاملات تجارية في حدود 14-15 مليار دولار مع الصين لوحدها، طب انا عندي منتجات لما اخد منهم 14 مليار منتجات من عندهم مش لازم اديهم مقابلها سلعة على الاخر؟ ايوه بالعملة بتاعتي بقى زي ما انا خدت من عندهم العملة بتاعتهم. هل عندي ال 15-16 مليار 14-15 مليار دول؟ ده سؤال مهم جدا، وبالتالي ده بيفرض عليا ان انا اطور الانتاج بتاعي. احنا وقعنا وقعه كبيره في الفتره اللي فاتت، السنوات الطويله اللي فاتت، اهتمينا قوي بقطاعات وما اهتمناش بقطاعات. اخطر القطاعات اللي ما اهتمناش بيها القطاع الصناعي. صح. بريسكا مصنع برضه هو تبادل الاستيراد والتصدير هيكون من الصين بس او مجموعه البريكس بس، ما احنا كمان عندنا دول كتيره مش من ضمن المجموعه، هنحتاج كمان لعمله صعبه. ما هو انت بس الاول ربنا كرمك بان يوفر لك سلع بعيدا عن العمله الصعبه. بس الاول يا سيدي بقى مع الدول ديت، انما طبعا انا في الفتره الجايه هتعامل مع كل دول العالم، انما جت لي ميزه اضافيه كبيره ان انا اقدر اتبادل مع بعض الدول بعملاتنا الوطنيه، فدي ميزه بالنسبه لي. هل لازم استغلها؟ لان هو الاقتصاد ايه؟ استثمار امثل للموارد المتاحه. فانا النهارده لما يجي لي مورد ما ويجي لي خير ما وما استثمروش يبقى ما عنديش اقتصاد وما عرفتش ادير الشؤون الاقتصاديه. طيب عشان كده بالدرجه الاولى اكسب من ده. من وجهه نظر حضرتك ايه اهم الاصلاحات الجوهريه اللي احنا محتاجين نحققها في النظام المالي الدولي؟ الاول ابص للنظام المالي المحلي وبعد كده للدولي. انا النهارده محتاج عشان يبقى في عندي نظام مالي، الست رئيسه الصندوق قالتها واضحه، مش مفترض يبقى في سعرين للدولار في الدوله الواحده، ما يبقاش في سعرين صرف، ما يبقاش البنك ب 30-90، وانا النهارده متوقع البنك المركزي ياخد خطوه جريئه ويبقى في حاجه سوق سوداء ويبقى في دولار الذهب ودولار المواد الغذائيه ودولار السيارات. ما ينفعش، لازم يبقى هو دولار واحد وسعر واحد. فده اكبر تحدي داخلي. النهارده اتوقع ان يبقى في شويه تحريك لسعر الصرف وبالتالي خفض شويه لقيمه الجنيه عشان يقرب من قيمه الدولار في السوق السوداء عشان تمهيد لإلغاء السوق السوداء في الفترة القادمة. بس ده برضو كله بيساوي إيه؟ لازم بيشتغل عندي إنتاج. لو ما عنديش إنتاج مشكلة. أنا مجرد ما جات الأحداث بتاعة العدوان الإسرائيلي على غزة بعت ليه؟ كنت بعتمد على شوية سياحة. السياحة انضربت وانكشفت بقى عندي مشكلة كبيرة جدا. صحيح. فحتى تحولات العاملين المصريين في الخارج لما جت مشكله الكورونا قلنا احنا عندنا وبال ومشكله ان احنا بنعتمد على حوالي 26-28 مليار بيجولي من المنطقه او تحولات العاملين المصريين في الخارج. لما حدثت الكورونا وابتدوا يتخلوا عن العماله الدولارات نقصت. مع احداث غزه البنك المركزي قال انا نقصت حوالي 32% من تحولات العاملين المصريين في الخارج. دي بقى في سعرين، في سعر ب 30 وسعر اكثر من ال 60. فالمواطن اللي طالع بره بيشتغل عشان يشقى عشان قرش زياده، لما يلاقي كل دولار هيكسب فيه 30 و35 و40 جنيه ما بقاش يحول في القنوات الشرعيه، فنقصتي ايراداتك اللي بتجيب بيها اكل الشعب المصري ومستلزمات انتاجه. صحيح. خليني اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور رشاد عبدو الخبير الاقتصادي.